سلامة. العيال في إجازة من المدرسة ولا من الأكل الصحي؟ ها؟ أكيد الأهل عندهم مشكلة مع تغذية العيال في الصيف وكثرة المغريات وقلة الحركة، لكن أذكرك أن 40% من عيالنا معرضين للوزن الزائد و15% منهم للبدانة. الدونت، الشوكولات والشيبس كلها مرتفعة الدهون والسكريات، فالأفضل تستبدلينها بالفاكهة والخضار. وعندي لك فكرة توزعينها في البيت: خيار على الطاولة، تفاحة عند التلفزيون، شوية مكسرات نية جنب الطاولة عشان تكون في متناول الأطفال ويعتادون عليها بروحهم. نفس الشيء بالنسبة للمشروبات الغازية والعصائر الملونة المحلاة، فنستبدلها بالعصائر الطبيعية بكميات محدودة. وإذا طلعتوا ابعديهم عن الفاست فود، وانتبهي بعد لمقدار الكمية في الوجبة، خاصة إن بعض المطاعم ما شاء الله عليهم كريمين أكثر من لازم. وفي الختام ضروري تشجيع الطفل على الحركة والرياضة بدون إجبار عشان ما تكون ردة فعله سلبية. والأفضل نشارك عيالنا في بعض النشاطات، كلنا قادرين على نعود أطفالنا على أكل صحي، وعساكم دوم صحة وسعادة.